عزول، متى الحوال؟ متى تيجي؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير، صحتكم تكون لاباس. الفيديو تاع اليوم راح نبارطاجي معكم بزاف حوايج، بزاف افكار راح درتيها تحويسه وديتكم معايا تبدلوا شويه الجو. بزاف لي سقساوني هاجر ما درتيش الحفل تاع زواجك اول عام. حبيت نقولكم بلي انا فضلت اني ما نديرش حفله في الدار ولا ندير سهره، حبيت اني نسافر في يوم تاع الزواج تاعي. صافي قبل ما يوصل 31 ماي قررنا انه نسافروا، باش يطيح لنا 31 ماي في التسافيره. فوالا راح نبارطاجي معكم واش درنا واش شريت، بارطاجي معكم بزاف حوايج. لهنايا الوجهه كانت تونس، لانه ما كناش قررنا بكري ان نسافروا ولا ليسونسيال، انه حبينا نبدلوا جو ندي وقت لينا. المهم لهنايا خرجنا، يعني الوقت كان بزاف هايل، ما كانش الغاشي، عجبت لي بزاف تحويسه. لهنا كيما راكم تشوفوا وجدت حوايجي، ديت الساكة هذه تاعي تاع برادا اللي شريتها قبل عرسي في جهازي، تقدر تقول عليها ساكة وكابا في نفس الوقت. ديت فيها كلش، ديت فيها لي باور بانك تاعي تاع تليفوناتي في زوج، ديت شويه شوكولا غاتو، شوكولا هذيك بعد ذابت مع سخانه وطيشتها كيما على بالكم، حاجه كي تكون مع سخانه دوب لازم تطيش. ديت معايا كاسكيتة تاعي على الشمس، ثاني ديت هذوك المخايد كيما راكم تشوفوا ديروهم على الطريق. انا نتاعي كانت الكحله، ومن بعد مديتها الهارون وديت هذيك تاع صبار اللي فيها لي كولار، ايا مديت له ديما وجديده ليا. لهنا كيما شفتوا الصباط ما نجمش خلاص نقعد به. من بعد كي جيت مروحه ما لبستوش نهائي، لبست كلاكات برك ولا تلبسوا صندال. نصيحه كي تكونوا مسافرين بلاصه بعيده ننصحكم انكم تروحوا بكاش صندال ولا بكاش كلاكات ولا اي حاجه تكون مفتوحه وتلقاو راحه فيها ترتاحوا فيها، ولبسوا سوكات خفيفه. فوالا لهنايا راح نبارطاجي معكم هاد اللونات، بزاف بزاف هاي اللي بارطاجيت معكم من قبل وعجبوكم هبال. هادو ما تلقاهمش في بلايص كامله البنات، وما تلقاهمش من مره برا عفوا، ما خاطرش البري تاعهم توب والكاليتي تاعهم هايله، مخدومين كامل ميد ان ايطالي، راهي مكتوب فيهم كامل. هادو تلقاهم عند جاز بون بري، وراهي مدايره فيهم برومو وش نحكي لكم. شوفوا لي هذو الاولين تاع ديار، شوفوا كيفاه جايين. هذو تاع شانيل اللي جايين في الفير توب توب توب، شوفوا لي لهنا عجنه مكتوب فيهم شانيل وفيهم شانيل عفوا ولانسيني تاعهم. شوفوا لي ثاني هذا الموديل، هذا نفسه تاع شانيل اللي كنت نعت لكم فيه، بزاف كلاس. شوفوا هذا تاع سيلين يا البنات، هايل روعه، بزاف هايلين يا البنات. ولي موديل هذو كامل ميد ان ايطالي، في عوض ما تديهم 290 ألف راهم برومو 190 ألف عند جاز بون بري، ويوصلوكم بالساشي تاعهم مكوفرين، يعني ما تخافوا عليهم لا يتخبشوا ولا يتكسروا، يوصلوكم سلمين غانمين. انا موالفه نجيب من عندها، ماهيش اول مره، ديما بارطاجي معكم في الانستغرام، والمره اللي فاتت ثاني بارطاجيت معكم وجبت من عندها عجبوكم، زدت بارطاجيت معاكم المره هذه. شوفوا لي هادو ثاني تاع ديور اللي جايين في المارو، دركا كل وحده والذوق نتاعها، كل وحده على حسب الفورم تاع وجهها، كل وحده واش تحب. انا نعت لكم، شوفوا هادو تاع البحر الله الله ولا تاع برا، مكتوب فيهم شانيل من في الحديده من الداخل، تبان يعني من ورا هذيك الزجاجه. فوالا هم ليكم، راني قاعده نعت لكم في لي موديل. لهنا راني كنت بلا ماكياج ومانيش لابسه، صافي كي تكون وحده مدايره ماكياج واللبسه الله الله، لي موديل يبانو خير وخير، يبانو توب توب توب. شوفوا لهنا راني نعت لكم بلي راه مكتوبين فيهم كامل ميد ان ايطالي من الداخل. لهنا راني قاعده نعت لكم فيهم وهما ماهمش ملبوسين صحاباتي، باش تشوفوهم مليح. فوالا هاي ليكم مكتوبه شانيل وفيها لانسيني وكامل مكتوب فيهم ميد ان ايطالي. لهنا بعتهم على وجهي. ما خطاش قادر ما يجيبش على وجهي كامل، كل واحد واش يطيح عليه. مي بزاف هايلين هاد لي موديل سورتو هذا البلون، وعندها بزاف لي موديلا. ادخلوا لاباج تاعها تاع الانستغرام جاز بون بري ولا الفيسبوك نتاعها، راح نخليه لكم في صندوق الوصف ليسونسيال. اللي حابه تكوموندي راني خديت لكم النيميرو هنا مكتوب في الشاشه، وراهم برومو في عوض 290 راهم غير 190 ألف. نرجعوا لهنايا حبيباتي للتحويسه نتاعنا. لهنايا راح نبارطاجي معكم كيما قلت لكم افكار، باش تديو هكا شويه افكار. لهنايا حنا اوتيل مرابط مرابو، بزاف اللي قالوا لي بلي حنا راح نالو، انا اول مره نروح يعني ما كانتش عندي فكره. من المره الجايه ان شاء الله راح نبدل بطبيعه الحال هكا، باش نزيد نشوف حاجه جديده. اوتيل عادي لاباس بيه، 3 إتوال عادي، 3 إتوال ماهوش 4 ولا 5، 3. شومبرا درك نعتها لكم من بعد، لهنا غير وصلنا روبوزينا من بعد هبطنا البحر. انا ما عمتش في البحر، مختاش كان شويه برد الحال، كي وصلنا كان شويه نسمه
مي حبيت نشم هذيك الريحه ونشوف الاجواء ليسونسييل. بعدها رحنا لهنايا طلعنا. المهم يعني ما بارطاجيتش معكم كلش بالتفصيل باش نكون صريحه، حاولت اني نبارطاجي معكم شويه شويه شويه. شوفوا لوتيل هذا كيما راكم تشوفوا فيه كاين بحر، يعني كي تنزلوا غير من الشومبره تاعكم تلقاو طوبوغاوين تلعبوا، تلقاو بيسين، بيسين على برا، بيسين هذه جايه لداخل، هذه سخونه يا البنات بيا خلاص عجبت لي هذه الطب. المهم قلت لكم وبحذاه تزيدوا تعطوا شويه تلقاو البحر، يعني كلش فيه، يعني ناس اللي حابين يرتاحوا ولا ناس حابين ما يبعدوش بزاف زعما غير يقعدوا في لوتيل ياكلوا الفم يعوموا الفم يروبوزي، واحد حب يروح يريح روحه ولا عنده خدمه وحب يروبوزي كلش الفمه، يعني ما تبعدوا ما كانش يعني وقت بعيد بيناتهم. لان يا رحت حبيت نبروفيتي ما نكذبش، خرجت حوست رحت لبزاف بلايص مي منو هكا نرجع نزيد نروح لبلايص اخرين اللي ما رحت لهم، سينو نقعد في لوتيل روبوزي ونستمتع بالمياه سورتو في الصيف هذا رانا مشتاقين للمفرد. ليسونسييل لهنايا قلت لكم بيسين هذاك بزاف طوب، يعني سخونه كي تخرجوا لبرا نتوما كتكملولين تحسوا بواحد البرد. البيريود هنا اللي رحنا فيها كان شويه يعني برد بيخلص، ما كانش غاشي بزاف غير تاع لي طونجي بطبيعه الحال هذوك يحبوا هذا الوقت، اصلا هما عندهم برد بزاف. شوفوا لي لهنايا خرجنا كلينا، انا درت لهنايا بربوشه، بربوشه كما يقولوا ما بحم تاع العلوش، حم خروف نورمالمون، وهارون جاب اللوبيا، جاب لوبيا وجبنا واحد السلطه نتاعهم كان جايه كي شغل الخيار تاعهم يشبه الجريوات تاعنا ماهوش كيما نتاعهم. فوالا ليسونسييل هنايا بزاف بالماكله البنينه، حاره 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 مي بنينه يا البنات، كي البربوشه كي اللوبيا طوب. البربوشه تاعهم جايه شويه خشينه بزاف على تاعنا مي بنينه صراحه بنينه عجبتلي بزاف. فوالا شويه لهنا انا ونسيبكم رانا لابسين كيف كيف تريكوات ولابسين لي صندال كيف كيف. فوالا بالنسبة للسروال هو لابس بونطاكول وانا لابسة سروال تاع جين، يعني فاتت بيريود هايلة. انا ننصح يعني اي وحدة كي يوصل عام ولا في ذكرى تاع الزواج تاعها تقدر تخرج تبدل جو، ما مادام زوجة وعندها ولاد تقدر تخلي ولاد تاعها عند عزوزتها عند امها وتروح لبلاصة قريبة برك، ما نقولكمش روحوا كل وحدة والامكانيات تاعها، مي تخرجي تدي ولا ويوم هذاك تبدلي فيه الجو الجو. هنا خرجنا لهنا يدينا تاي بالمكسرات، صراحة المكسرات كان نص مكسرات ونص تاي، ولنا يا لعمي علي رحنا شينا لي ساك من عنده درك نعطيكم وشريت وعطانا هذوك صورنا بيهم. لهنايا يا البنات في سوسة لوتيل، هذا في سوسة، هذا مش لوتيل بلاصة قريبة على لوتيل برك، مي قاعدة نقولكم بلي لوتيل هذا جاي في سوسة، البحر هذاك جاي في سوسة. لهنايا في الريستو درنا درنا غير عشاء برك ما درناش غدا، يعني فطور وعشاء ما خطاش في الغدا على بالنا باللي راح نكونوا ديما برا، خلصنا غير فطور والعشاء. درك نقول لكم البري شحال خلصنا لهنايا كيما راكم تشوفوا العشاء تلقاو بزاف، يعني تلقاو انواع، تلقاو ما تاكليش هذه تلقاي هذه، اللي حابه لحم اللي حابه دجاج اللي حابه حوت، كاين مام تاع لي فاست فود شاورما كلش كاين، ماهيش داخله فيها غير الماء والموناض، كي شغل كيما ما تكونيش مخلصه كلش ماهيش داخله فيها الماء والموناض والقهوي. فوالا هذه القهوه غير صباح. هنايا رانا في لي فلوتيل خرجنا نشمو شويه قهوه، سيناريو مخلف رحنا باتو بيرات بزاف هايل، وننصحكم اذا رايحين لتونس روحوا له بعشرين دينار، عشرين دينار بدراهمنا اللي هي 140 الف للواحد. دوك نعطيكم واش فيه، كي شغل كي تروحوا له يدير بكم دوره في البحر ويجيو لكم واحد العرض الفما في وسط الباتو، كي شغل تعيشوا شويه نار، ما انا ما صورت لكمش خاطرش ما نجمش نحط ممنوع، ممنوع في اليوتيوب خاطرش يتحذف لي الفيديو كون نحط لكم حوايج كيما هكا. كي شغل يدير دوك تاع المصامو يدخلوا في الكور تاعو ما يحس بوالو، يدير تاع النار الحاجه اللي ملحه فيه عجبت لي، كيدير جوله هك في البحر بصح هو سخانه سخانه سخانه، واحد لازم يدير حسابه ويدي شابو ولا كاسكيتا ولا يدي ماما لوه يقعد مخطر سخانه بزاف، ماما ذاك وين تقعدو كي تضرب فيه الشمس ولا سخونه بزاف. سينو اجواء كانت هايله بزاف، يديروا لومبيونس كانك موسيقى تقدروا ديروا لي فوتو بزاف هايلين، مي درك يجيوكم اخرين من فما يقولوا لكم نصوروكم مع هذاك زعما راح لي اسمه قناص خطيق الناس، المهم قرصان. قلت لكم ومن بعد يطلبوا لكم 25 دينار اللي هي فايت 160 الف بدراهمنا.
قولوا لهم لا لا برك هذا مكان هذا كي شغل يجي هذا ويجي فوتوغراف معاه يقول لكم صبروا انتم ما تحسبوا بلي راهو بلاش وكلش بعد يقول لكم بلي عطينا 25 دينار تونسية نصيحة في هذا ولا اي واحد اخر لي باطو بيرات كامل فيهم نفس الحكاية كي شغل فيها غدا شوية بسيط درك نعطي لكم وثاني طلعوا معكم الماء مخاطرش الماء يبروفيتي والفما يبيعوه غالي بزاف 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 يبيعوه كيما الكوكا كيما كانت كوكا مساوية الماء كانت كوكا 21000 بدراهمنا والماء كيف كيف قرعة ما صغيرة ما نحكيش على الكبيرة هذه هي راني قاعده نبارطاجي معكم في التجربه تاعي باش هكا تفوتوها بيا وفي نفس الوقت يعني تربحوا دراهمكم في حاجه تحبوها انتوما وديروا حسابكم ما تبقاوش هكاك ما خطاش كي تفوتي تطلعي مع السخانه وتكوني عطشانه لازم تشري الماء من فم تتحتم عليك سيدتي فوالا كنات لكم سينو يعني تجربه بزاف هايله بروفيتي وكي تروحوا سورتو اللي يروح اول مره ما تروحوش تقعدوا غير في لوتيل بروفيتي وعلى قد ما تنجموا اذا رايحين مع كاش اجونس راه بيكون معها كاش جيد يقول لكم على واش كاين كامل شوفوا لهنايا هذا هو الغداء شويه سباغيتي وشويه سردين انا ما كليتهاش المهم شويه سكالوب راني نعطي لكم يعني واش كاين ومع شويه سلطه خضراء وحبه خوخ هذا هو الغداء هذاك هو حق دوره في البحر وشويه غدا سامبل على بنت لي هذاك هو المهم لهنا حبيباتي كيما راكم تشوفوا كي نزلنا مام هذو اللي يعطيوكم تصوروا مع السر ولا العقاب ولا يطلبوا عليكم الدراهم باش ديروا في بالكم يعني ماهوش بلاش اي حاجه بالدراهم يعطيك تصوري به وكاينين اللي يقول لك دي برك صوري بلاش صوري بلاش ومن عندي ومن هنايا غير تكملي يقول لك فرحي بيا ويحتم عليك تعطي له 10 دينار اللي هي 70000 بدراهمنا المهم صديقاتي لهنايا رحنا للسوق العربي بزاف هاي العجب لي يعني اي واحد يحب يدي سوفونير معاه لدارهم ولا ليه يروح لسوق العربي ويشوف لي بري برك يشوف واش يوالمو هذا مكان بشكا يشوف واش يوالمو ويحافظ على جيبو فيهم بزاف حوايج تقليديين كاين ثاني ثقافه تونسيه كاين بزاف حوايج واصلا زعما محسوب نفس الحوايج اللي عندهم كاينين عندنا غير هما تلقاو عندهم الجلد بزاف جلد بزاف في الصاك في اللبسه في كل شيء يبيعوا بزاف تاع الجلد ديال البنات شوفوا لي لهنايا هذه تاع السيراميك والخزف تبيع اي حاجه متعلقه بالسيراميك والخزف كنت زدنا لكم عجبتلي بزاف هذه فيها لي كولار كمان حنا عندنا مي ما عندناش زعما وحده كبيره كيما هكا كامل باش تلقاي فيها لي كولار وكلش نورمالمون كاين في تلمسان وكلش ما خاطرش انايا ما زرتش الولايات تاع الجزائر كامل مي نورمالمون كاين ما في طريق بجايا بزاف كاينين واحد الطريق ثاني يجي جميله حاجه كيما ليسونسييل شوفوا لي لهنايا هذا في السوق العربي ثاني صورنا بهذا هذا قلنا ثاني تصوروا غاتيون بعد يقول لك اعطي لكم الدراهم مي ما تمدوش نورمال الكلام الاول يتحول لهنا حبيباتي عاودنا رجعنا للوتيل درك قلنا لكم واش شريت من السوق العربي ومن بعد اليوم الاخر بقى لي شويه دراهم كملتهم رحت للمونوبري شريت من المونوبري تاعهم اللي جاي في سوسه لهنايا قعدنا لعبنا شوي ديت واحد الخبطه كي لعبت في طوبوك هذه ديت واحد الخبطه ما نحكي لكمش راهي مازلت راسي دركي نفكرها راسي سطر لعبت فرد مره وصاي يعني اجواء كانت بزاف هايله ثاني ندير لكم واحد لانيماسيون من هنايا ما كانش غاشي بزاف مي نورمالمون درك في الصيف راهم يجيبوا مغنيين يجيبوا بزاف حوايج حنا كي راحنا نديروا غير حاجه خفيفه برك مي يعني راحه نفسيه صح كان بزاف كالم في الوقت هذاك لوطيل هكاك وكان غاشيه كان معمر بالنسبه لهنا حبيباتي قلت لكم البري باه تروحوا طيح لكم في الوقت اللي رحت فيه انا 2.5 ملايين للواحد يعني 5 ملايين في زوز فيها روحه ورجعه وثاني لوتيل روحه في البيوس اللي حابه تروح في الطياره تزيد تخلص كثر نحكي لكم على تاع البيوس قلت لكم وفيها لوتيل فيه عشاء وفطور تاع صباح 2.5 ملايين 5 ايام وزيدوا حاجه خلاف حبيت نقولها لكم اما بالنسبه كي تروحوا للمخرجات زعما يطلعوكم لتونس في الحمامات الحمامات برك اللي بلاش مي كي توصلي حمامات توصلي قرطاج لاند لازم تخلصي باش تدخلي بطبيعه الحال يطلعوك تونس فيل 30 دينار تونسي ما ملقيت تزيري طلعك بالدراهم باش يكون على بالكم برك يقول لكم كلش بعد اختياري من بعد راهو بالدراهم ما ملقيت تزيري راهو يدي عليكم الدراهم للواحده كيما حنايا كي جينا رايحين
لتونس من عارف دو علينا 20 ولا 30 نورمالمون 30 60 دينار تونسية 60 تونسي وي. المهم يعني كتجربة برك باش كي تروحوا وتكون على بالكم وتعرفوا قداه تديو الدرهم. سينو اللي حب زعما كوبل هكا وحب بيا 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 يدي معاه واحد بلاش 5 ملايين هذيك زعما اللي راح درك حاليا راه في 3 ملايين ونص ماهيش 2 ملايين ونص 3 ملايين ونص للواحد بلاش الترونسبور ولوتيل وكلش يعني الدراهم اللي يديهم معاه باش يقدر يتغدى برا ويزيد يحوس وكلش ويشوفك العادات تاع توانسة من هنايا على الاقل على الاقل على الاقل 7 ملايين على الاقل اذا ما داش لازم يدي معاه 7 ملايين هذاك هو. واذا خلص لوتيل كلش ومش راح يخرج بزاف يعني ما يحتاجش محسوب خلاص دراهم يروح ياكل فم يشرب الفم حتى يعاود يروح يعني هذه هي. فوالا لهنا زدنا خرجنا حنا النابل حبيباتي دوك نزيد نبارطاجي معكم شويه لهنا يعني حابه الفيديو تاع اليوم نديكم تحوسوا معايا وفي نفس الوقت نحب نمد لكم افكار وتستفادوا من لي بري ما حطاش انايا ثاني كون جيت على بالي بحكايات بزاف راني درت في بالي انا اول مره نروح وبزاف حوايج درتهم في بالي ما من الحوانت لهنايا في نابل كي شغل كل واحد يبيع بري قادر زعما واحد يبيع لك حاجه ب 5 دينار تونسيه 15 دينار تونسيه تلقاها عند الاخر ب 5 دينار تونسيه يدي فيك 10 دينار عادي جدا. المهم لهنايا حبيباتي ماهمش كامل بطبيعه الحال مي قاعده نقول كذا هو التجاره. لهنايا رحنا لكارتاج لان ما لعبتش صراحه باش نكون صريحه ما حبيتش نلعب لانه انايا البيريود هذه الاخيره كشغل ما عدتش خلاص نجم نلعب يدور عليا قلبي نفشل وماهيش اللي في بالكم ربي يرزقني ويرزقكم ان شاء الله. مي عدت نتعب بزاف كشغل من اخر مره كي لعبت في الجزائر هذيك البابور بقيت نرجف وتكسر تليفوني ويومين انا بقيت نعرك هكاك وعظامي مكسرين من فم ما زدتش لعبت هذو اللي خوفوا. مام هذه المره رحت لهنايا الاميره لاند في قسنطينه وما لعبتش بزاف لانه قلبي عاد رهيف بزاف لعبت غير شويه قلبي عاد رهيف وعدت نخاف بزاف ما فهمتش من وين هذه جديده فيا الخوف كنت نلعب وما نخافش لا ابالي. لهنايا زيد وين رحنا هنا في الحمامات فلاني قاعده نبارطاجي معكم شويه باه تشوفوا كي تروحوا روحوا الحمامات تقدروا تروحوا كارتاج لاند بزاف هاي اذا عندكم ولادكم تديوهم يلعبوا وين تروحوا سوسه بزاف هايله ومنظمه كاين بزاف بلايص مازال ما رحت لهم الصراحه. شوفوا لي هنايا العشاء العشاء كيما قلت لكم تلقاو كلش ويدير لكم مام تحليه يجي لكم ثاني لا سوب ساعه سوب ساعه شوربه ساعه كل مره كيفاه. لهنايا راني كي نبارطاجيكم لهنا خرجنا نلعبوا زعما انا في الليل ما في الليل نحب نخرج نبوجي نحب نكتشف عجبتنا هذه البلاصه عدت محسوب كل ليله نروحوا نلعبوا فيها. لهنايا طلعنا لتونس فيل ورحنا لسيدي بوسعيد هذه اللي داونا ب 60 دينار بيني انا وهارون في جروبا كي شغل تاع جزائريين ما نحكيش على توانسه الجيد تاعكم هو اللي يديها لكم يديكم اختياري اللي يحب يروح اللي ما يحبش يروح اللي يحب يروح يخلص وكاين بزاف لي زاكتيفيتي كل ما تحبي دير اكتيفيتي تخلصي عليها بطبيعه الحال وهذاك هو زعما مام هنا في بلادنا محسوب تقريبا راهم لي بري نفسهم غير تولهو برك يجي وتشري وكلش ما خطاش لي بري يتبدل من هذا لهذا. فوالا شوفوا لهنايا هذه سيدي بوسعيد كيفاه داروها في كادر وجايه كي شغل 3D. الحاجه اللي عجبت لي فيها جايه كامل نفس اللون موحده صابغينها بالابيض والازرق كيما راكم تشوفوا زعما حتى حنايا مثلا كل قصبه تجي كامل نفس لاكولر بالابيض والاصفر ولا تجي علامه قالوا على نفس الغرب ولا البلايص اللي كيما هكا عندنا حنايا يصبغوهم بنفس اللون يجيو هايلين ويديروهم مناطق سياحيه. فوالا هذه هي لهنايا عجبت لي بزاف البلاصه هذه جايه كامل نفس لاكو نفس لاكولا فيها بزاف ناس زعما رام بلاصه سياحيه لهنايا محسوب غير اللي راهم يحوسوا نورمالمون ما كان سكنات ما يسكنوش فيها بزاف معظم المحلات تجاريه فيها واحد ريستو بزاف هاي لاني صورته لكم تقدروا تقعدوا فيه تتغداو ولا تقهواو والاطلاله تاعو الروعه. درك نعطيه لكم لهنايا شوفوا كيفاه جاي جاي كشغل تيراس تحت تيراس تيراس تحت تيراس ويطل كامل على البحر. لهنايا حبيت نجرب ثاني ماكله لبرا ما بارطاجيتش معكم كلش البنات شرينا طابونه نتاعهم شرينا اكلات تقليديه اللي ولا اللي معروفين بهم هذوك السارعين على برا. لهنايا هذا خبز نسيت واش اسمه يقدر يبيعوا لك طابونه ولا كيما هك خبز اسمه طابونه يجي مدور ولا كيما هكا يديلك في عظمه مروبه ولا عظبه طايبه انا عظمه مروبه ما ناكلهاش مي هارون شرب زوز عظمات مروبين هما هكا كيبيعوهم ويشربوهم يديروا لهم الكمون وزرت زرت الماء لهنا شوفوا واش دار الهريسه ويزيد يدير لكم هذاك
الهريسه الحاره تاع الفلفل كي شغل الحماس نتاعنا هو حار بزاف، ويدير لكم عظمه ويدير لكم واحد ليزيبيس واحد ما بايش سائل هكا، ويزيد لكم زيت زيتون. عجب لي عادي بنينه حاره، انا نشتي الحار كي شغل الحار هذاك عادي، عظمه وهريسه وحماس. لهنايا هذه المنقاله، المنقاله اللي هي الساعه معروفه في تونس فيل، ما صورتكمش بزاف كي حتى لتونس فيل، ما خطاش من بعد صبت النوش نحكي لكم. لهنا كي روحنا لقينا اجواء داروا هادو زعما تاع عروض موسيقى، اخرين يشطحوا، هذا السيد كي شغل هز فوق راسه ومن بعد يزيد يهز بزاف فوق راسه شو قالت، يعني العرض كان طويل ما صورتش معكم كلش، ثاني بزاف حوايج ما نجمش نصورهم. فوالا هذه هي لهنايا يوم خلاف، كنت حابه نروح للبيسين بعد هبطنا للبحر. فوالا كيما راكم تشوفوا هارون يحب يعوم غير في البيسين هذيك السخونه، يقول لي هذه تاع البارد غير خطيني ما يحبش خلاص. قال لي هذو لازم لهم اوت لازم لهم جوي، مي رانا في الوقت هذا درك رانا نوم، وكون نلقاني عايشه فيها البيسين صباح وعشيه سخانه بزاف، ربي يكون في عوننا وربي يكون في عون الناس كامل يا ربي. فوالا كيما راكم تشوفوا لهنايا اجواء صراحه كانت رائعه، راحه نفسيه لهنايا كيما راكم تشوفوا. هذا كان في خاطري نروح ناكل عنده، كاين لهنايا في سوسه، وكاين ثاني في المول تاع سوسه، ما على باليش اذا كاين في بلايص اخرين، مي حبيت نجرب الماكله تاعو ما خطاش ما كانش في الجزائر. مي راهم راح يحلوا فرع في الشراقه وين لوتيل تاع هوليداي ان. من هذيك النهار شفت الاعلان في ورقه الطايش جمالي هارون، قال لي هما كي راح يحلوا ما في في الجزائر، ليسونسيال هذاك جاي في سوسه ومحسوب قريب على لوطيل اللي راني فيه، ومام في المول رحنا للمول هنايا لقيت فيه بوتيك هيك صغيره، ليسونسيال الماكله تاعهم عادي سافا ماشي هذيك اللي البنا واو واو واو، مام السلطه هذيك نتاعهم فيها الكرم عادي جدا. فوالا لهنايا رحنا، شوفوا هذه جايه كيما نتاع اللي جايه في الشراقه في المول تاع غاردن سيتي، بصح وشي هو تاع غاردن سيتي لازم تدخلي من الاول تدخلي بالدراهم، لازم تحطي 200,000 لازم براسلي 200,000 في لي بوا باش تقدري تدخلي لها، سينو هذه تقدروا تدخلوا لها عادي بلا شي لا براسلي لا والو، كي تدخلي وتخلصي الجو اللي راكي حبيتيها، ماهوش كيما نتاع الجزائر. بالنسبه للمول تاع سوسه كبير بزاف، منظم نظيف توب، وراحه نفسيه صراحه هايل 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 هايل. ننصحكم اذا رحتوا لتونس روحوا المول تاع سوسه، مول اوف سوسه هذا بزاف هايل بزاف هايل بزاف هايل، الداخل كبير بزاف ما فيه الشمس، يعني برود ما في الصيف برود مخطر جاي مغطي كامل، وفيه سباس وين فيه الشمس وتضرب مي مغطي بزاف، عجبني فيه سينما فيه بزاف حوايج، جاي كبير بزاف ومنظم. هذه هي لهنايا احنا المونوبري نتاعهم، رحنا في الليل خلاص قلت لكم هنايا قبل نروحو رحنا المونوبري، الليله اللي قبل رحنا المونوبري زدنا كان في خاطري نشري شاميه اللي هي حلوه الترك نتاعهم، كيما على بالكم باللي كاين فرع لهنا في الجزائر اللي يخدم الترك تاع تونس، مي حابه نشري تاع تونس بعد. لهنا هارون كان يخلص، انا كنت نفيلمي لكم شوي وش عندهم، لهنا كنت نقول لهم باللي المونوبري ما خرجناش حتى نقفل، اصلا انا وهارون رحنا روتار، لهنا هارون قال لكم حتى صاجيه راكم تخلصوا عليها، مي هذاك هو صاجيه. تحكم. ما تقطعش بالخف. وهذه هي الشومبرا، شومبرا فيها تلفزيون فيها فريجيدار صغير نظيفه، هذه كل يوم يجيو ينظفوا، يعني نعطي لكم راي. اوتيل تاع 3 ايطوال ماهوش هذاك اللي واو توبيك صار الدنيا، وماشي هذاك اللي ماهوش مليح في حاله عادي، انا عجبلي مام الماكله تاعهم مقبوله مليحه باش نكون صريحه، بارابور الاوتيل 3 ايطوال عجبتلي صافا مليحه وكلش منظم، مام في الفطور الفطور كلش كاين صراحه كلش، اي حاجه تجي في بالكم يحطوها لكم، اللي يحب سلطه اللي يحب العظام اللي يحب حاجه حلوه لي كراب كلش كلش يحطوه مع الفطور. ليسونسييل لهنايا راح نعطي لكم واش شريت، شريت التاي بطبيعه الحال، اي واحد يروح لدوله خلف يحب يشوف الحوايج هذو الديفيرونس ما بين بلادهم، يا ياكل المأكولات التقليديه تاعهم ولا المأكولات اللي معروفين بها، سينو يجرب الحوايج اللي معروفين بها بار اكزومبل الشاميه تاي. لهنايا حبيت نقول لكم اعتذر على الجوده تاع التصوير لاني قاعده نصور بزوج تليفونات، ومن بعد كي بعثت من تليفون لتليفون الكاليتي نقصت. هذه جبت لهنايا شاميه تاع بابيول، هنا كيما قلت لكم ما كثرتش شي تغير شويه برك،
شريت بابيون، شريت هذيك ثاني نورمالمون بابيون ولا النعوره ما باليش. هذه هي، هذه بالكو تاع البيستاش، كاينه تاع اللوز، كاينه تاع المكسرات. شريت هذه حلوه بطعم الغلال، زعما بالكو تاع الفواكه، كل حبه بكو تاع فواكه. انا ما عندي حاجه في الحلوه الصراحه، نحب يا كابريز يا شوينغوم يا شوكولا. الحلوه هذه شويه شويه انا وياها، مي بنينه بنينه هذه، والكو تاعها مليح والسعر تاعها موافق. نورمالمون لا مارك ميم هي بابيو كيما تاع شوفوا لي هنايا شيت هذو تاع لي سوفونير، هذو شغل تاع سيدي بوسعيد، هذيك البلاصه اللي كنا رحناها اللي جايه كامل بالابيض والبيبان تاعها بالازرق والتيق تاعها بالازرق، جاي هكا كي شغل تعلقوهم وفيه مرايا من الداخل. يتباع 3 بياس، حنا شينا سيريات مشيناش غير هذه هكا باش ندو لدارنا ودار شيخي السوفونير، يبقاو لهم سوفونير. فوالا هذه هي، دونك زدنا لكم الشريط الثاني. شريت وحده كي شغلك كتخبيو فيها المناقش ولا تخبيو فيها خاتم، بزاف عجبت لي مختاش، مخدومه بالنحاس ومخدومه باليد، وكشغل جايه ريزين هكا وفيها النحاس. انا نحب حاجه كي تكون تقليديه وتكون عندها قيمه، سورتو حاجه فيها نحاس فيها هذو ملاح. اصلا كشغل غير انا غير جديد جديد جديد، مليح واحد يشري حاجه مخدومه باليد، حاجه كي تكون مخدومه باليد حاجه خلاف. شوفوا لي هذا البوشه الثاني بالجلد، جاي فيها الباب كشغل تاع سيدي بوسعيد اذا شتوه، شريتها في المارو، فيها لي كولار بزاف هايله. هنا فيها وين تخبي بزاف، يعني وين راح تخبي. شي ثاني واحد الشال، درك نعطيه لكم شال تقدروا ديروه زعما في مناسبه ولا سورتو تاع الشتا، ولا ديروه على في خمسه. درك نعطيه لكم لهنايا. شريت هذه من عند عمي علي اللي قلت لكم. شريت هذا الساكه، هذه بزاف هايله زعما تاع كي تكوني مسافره ولا جايه جلد كامل يا البنات، وجلد تاعها هذاك الطري اللي يهبل جاي سوبل يهبل يهبل بزاف. هارون شرا ثاني وحده تاع جلد في النوار، شينا كيف كيف، ماشي نفس النوعيه مي شينا من عند نفس الحنوت كيف كيف. انا شيت هذه، هو شال اخرى، هذه تاعي جايه كيما راكم تشوفوا ما بين المارو، داخل عليها مارو كلار، ما هي ماشي مارو مارو، جايه عسلي. وتاع هارون شراها في النوار، ميم تاع هارون جلد، عجبت لي تحارون، جايه سامبل خلاص وباهيه وفيها بزاف الجيوب. فوالا هذو هما المشتريات حبيباتي. دوك نزيد نعطي لكم، قلت لكم شريت هذه ثاني تاع الشمع، ما كنتش راح نشريها، هارون قال لي تحبيهم ايا شريها برك، ايا شريتها وين يحطوا فيها الشميعات، بزاف هايله عجبت لي. وهذا هو الشال اللي قلت لكم عليه، فيه لي كولار، فيه الروج، فيه النوار، انا عجبني الازرق جاي في البلوسيال والداري، بزاف هايل هذا، فيه كي شغلك خمسات، عجبني بزاف باهي. كي شغل قلت لكم تقدروا تديو حوايج تقليديه ماشي يبقاو لكم لي سوفونير من عندهم. وثاني هذه اذا رحتوا ولقيتوها غير شريوها، طب 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 تهبل، شجره تاع الزيتون مخدومه بالنحاس والعنبر، هذه يعني حاجه طب طب كاليتي وتبقى لكم، ميم غاليه مي كاليتي وتبقى لكم يا البنات، وتبقى لكم ديما سوفونير زعما تخليوها في الصاله تاعكم في شومبرا، هذه هايله. والعنبر هذاك يطلق ريحه مليحه، شتو هذوك النوار هذوك الزيتونات هذوك راهم عنبر يطلقوا ريحه تهبل تهبل تهبل، ومن تحت رخامه، وهذا كامل جاي نحاس. فوالا تتبع في البواط نتاعها كيما هكاك، فيها الكبيره فيها المتوسطه، انا شريت المتوسطه وفيها الصغيره خلاص، فيها انواع. بزاف هايله هذه، فوالا حبيباتي. وهذا هو الفيديو تاع اليوم، ان شاء الله نال اعجابكم، بدلتوا شويه جو معايا. ثاني احكيوا لي نتوما على التجارب تاعكم، ولا اذا عندكم اي سؤال تقدروا تخليوه لي لتحت. هنا لهنا هذو تاع دارنا وتاع دار شيخي كما قلت لكم، حاجه خفيفه برك سوفونير، مليح واحد كي يروح كاش بلاصه يتفكر دارهم واهل الزوج نتاعو. فوالا هكا نكون وصلنا لنهايه لا فيديو، نحبكم نحبكم، وما تنساوش جام وابوني.